حلقة النهاردة آخر حلقة في التقوى، آخر حلقة في التقوى. الفكرة بتاعت الحلقة بتقول إيه؟ لو الدنيا ظلمة في عينيك، لو حياتك كلها مظلمة أو حتة من حياتك مظلمة، أنت محتاج الحلقة دي جدا. يعني إيه ظلمة؟ حياتي ملخبطة، أنا تايه، أنا مش شايف، أنا فقدت البوصلة، أنا فقدت الرؤية، أنا مش شايف، أنا حياتي مش مترتبة خالص. في البيت حياتي مع أهلي بايظة، في الشغل والكارير أنا مش عارف أنا رايح فين، في العلاقات عندي مشاكل كتيرة مع ناس كتير، في صحابي في كام شخصية وحشة مسمومة حواليا، أنا قراراتي غلط في غلط والدنيا عمالة تتعقد. ده معنى يعني إيه كلمة ظلمة؟ اسمعوا بقى خبرتي في الحياة. والله يا أولاد، والله أنا بكلمكم يعني أنتوا زي ولادي وأنت يا علي، والله اسمع اللي أنا هقوله لك ده والناس اللي بتسمعني. لو الدنيا ظلمة حواليك أو في حتة في حياتك ظلمة، راجع التقوى مع الله. والله صدقوني دي خبرة حياة، ركز على التقوى زيادة، خلي التقوى محور حياتك. في بص، في مشكلة في التقوى، يعني ايه؟ يعني انا كل ما تحصل لي مشكلة لخبطة في حياتي يبقى انا مش بتقي؟ لا، انا ما قلتش كده، بس معلش ركز على التقوى زيادة، معلش زود التقوى شوية، ركز عليها شوية، لا ركز، زود ورد الاستغفار شوية. انت محتاج تزود، اول ما تلاقي الدنيا بتضلم حواليك من فضلك، حتى لو انت انسان كويس، انا حصل لي كده، ارجوك زود التقوى، والله هيبدا النور يرجع. والله دي خبرة حياة. لا، واقول لك حاجه كمان، وزود الاحسان. هتقولي هو انت عشان بتحب الاحسان لازم تدخل الاحسان؟ يا جماعه، ما هو الاحسان ان تعبد الله كانك تراه، انت متصل بمصدر النور. لازم تشوف. لا يعني بالعقل، ما هو يعني ايه احسان؟ كانك تراه، تعبد الله كحاسس بيه قوي كانك تراه. لازم تشوف، انت رايح على مصدر النور. ايه القاعده؟ القاعده جميله قوي، بتقول الكون كله ظلمة وإنما يضاء بنور الله فيه، فالله نور السماوات والأرض، تتقيه فيرتب لك حياتك وينير بصيرتك، ثم تحسن فتزداد حياتك نور على نور، نور التقوى ونور الإحسان. حلوة؟ والله أنا تعبت كتير عشان أكتب وطلع القاعدة دي. ممكن تكتبوها، دي التعب فيها ودي خبرة حياة. الكون كله ظلمة وإنما يضاء بنور الله فيه، فالله نور السماوات والأرض، تتقيه فيرتب لك حياتك وينير بصيرتك، ثم تحسن فتزداد حياتك نور على نور، نور التقوى ونور الإحسان. طب سؤال، هو إيه علاقة التقوى بالنور؟ يعني ليه التقوى والنور؟ إيه اللي جاب الاتنين مع بعض؟ نروح لعلم النفس الإيجابي. في واحد عالم نفس اسمه دانيال كانمان، الراجل ده واخد جايزة نوبل، عنده كتاب اسمه نويز، دوشة. كتاب اسمه كده، نويز، دوشة، شوشرة. ايه فكرة الكتاب؟ بيقولك احيانا تبقى عارف الصح فين وعارف المفروض تعمله ايه، لكن يحصل تشويش على عقلك ما انتش شايف، فتاخد القرار الغلط. مثال بسيط، أجهزة الإرسال والاستقبال بتاعتك متشوشة. يقولك مثال، طيارة طالعة كايرو مدريد، هي طالعة القاهرة مدريد، هي عارفة طريقها، حصل تشويش على الرادار، فقدت البوصلة. إيه ده؟ ده اللي بيحصل في القرارات الخطأ؟ ده كلام علمي الوقت، احنا بنتكلم ساينس، بنتكلم علم، ده اللي بيحصل. قالوا له طيب يا سيدي، هو إيه التشويش بيحصل إزاي؟ قالك لما تعمل أخطاء جسيمة عكس قيمك ومعتقداتك يحصل النويز، يحصل التشويش. ما هي دي التقوى. انت بتعمل حاجة ضد قيمك، دي ضد معتقدك اللي انت معتقد بيه، طبعا حسب هو معتقد في ايه، انت معتقد في ده، دي قيمك، ده اللي جواك، انت بتعمل عكسها، يحصل ايه؟ ده عدم تقوى. النتيجة ايه؟ نويز، شوشرة، تبدأ الدنيا تظلم. طب ومش حاسس بربنا، بتصلي أي حاجة، فاقد الاتصال بمصدر النور، تقوى وإحسان. طب هي الظلمة بتعمل إيه والنور بيعمل إيه؟ الظلمة، تخيل نفسك في أوضة ظلمة، مضطرب، بتخبط،
اكيد كل حاجه مش مترتبه لانك عمال تخبط، مش هي دي الضلمه؟ بص الايه كده، او كظلمات في بحر لجي، دخلت البحر الساعه 2 بالليل والدنيا ضلمه والبحر لجي امواج عاليه. يا رب اللي انت بتوصفه ايه الوصف اللي رباني ده؟ ظلمات بعضها فوق بعض من شده الضلمه اذا اخرج يده لم يكد يراها. بص اختم الايه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يا الله، مصدر النور في الكون الله. ايه رهيبه. طب وهي الضلمه والنور بيعمل ايه؟ يهدي الله لنوره من يشاء. طب من يشاء، انا ولا مش انا؟ بص بقيه الايه، ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم. عارف بقلبك فيه ايه، تقوى ولا مش تقوى، هيديك النور ولا مش هيديك النور. ثلاث ايات في القران ربطت التقوى بالنور. ايه ده؟ يعني مش بس علم النفس، القران. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، جت بعد 40 ايه بتتختم بالتقوى في سوره البقره. واتقوا الله لعلكم تتقون، واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله، وبعدين الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. 2، يهدي الله من اتبع رضوانه. اي تفسير لكلمه اتبع رضوانه؟ يعني التقى. يهدي الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور. الايه الثالثه، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يصب عليكم رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به في الناس. ايه تمشون به في الناس؟ بيتكلم على العلاقات في الناس. وايه تمشون به؟ معاك كشاف. ده مش كويس، ده ما قربش منه. بصيرة اختيار القرار، لو الدنيا ضلمت في حياتك كلها او في حتة ضلمت، راجع التقوى، ركز على التقوى. لا مش كفاية، لا انت محتاج تزود ورد الاستغفار. لا، الضلمة دي محتاجة شوية نور، انت محتاج تزود النور، انت محتاج تزود الإحسان. لا، محتاج تعبد ربنا بإحساس أعلى، هتنور الدنيا. لا تطفئ نورك بفقد التقوى، لا تطفئ نورك بفقد التقوى. اوعى تعمل الحكاية دي. مين طفى النور؟ انت اللي طفيت النور بقلة تقواك. ايه الجرأة دي؟ حد يطفي النور حواليه وهو عارف ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. انت اللي عملت في نفسك كده. كبس النور، عارفين كبس النور اللي بيولع النور؟ كبس النور هو التقوى. كل لقطة لا تتقي الله فيها حتة تضلم، وكل لقطة تتقي الله فيها أو تستغفر فيها. الاستغفار سهل قوي، سهل قوي، يرجع النور حتة. وعلى فكرة ممكن الدنيا مضلمة حواليك، موقف تقوى جدع هنا في رمضان مثلا تاخده، ترجع الدنيا تنور فجأة. آية عجيبة، لحظة تقوى، قرار تقوى، تاخد قرار فيه تقوى تنور الدنيا كلها. بص الآية بتقولك إيه، أو من كان ميتا فأحييناه والفأل السرعة وجعلنا له نورا يمشي به كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها اعملوا ما شئتم. تحس ان القرآن مسكك وبيهزك من جوه. ها، عايز ايه؟ خد قرار تقوى دلوقتي وانتوا بتشوفونا، وشوف ربنا هيرجع لك النور ازاي. اقول لكم على فكرة جميلة جدا، في دعاء رائع للنبي انا اتمنى ان انتوا تكتبوه وتحفظوه وتدعوا بيه كل يوم. كان النبي بيدعي بيه 5 مرات في اليوم. بص تركيبة الدعاء عاملة ازاي. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي وجهي نورا، وفي لساني نورا، وفي عقلي نورا. 4، اللهم اجعل عن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا. 4، اللهم اجعل لي نورا. ايه؟ اتكلم على مكونات الانسان الاربعة، قلبي، وجهي، عقلي، لساني، واتكلم على الجهات الاصلية الاربعة، يميني، شمالي، فوقي، تحتي، وبعدين اديني نور كله على بعضه. لازم تحفظوا الدعاء ده، وانا قلت لكم الطريقة دي عشان سهل حفظه. اللهم اجعل في قلبي نورا، اللهم اجعل في وجهي نورا، اللهم اجعل في لساني نورا، اللهم اجعل في عقلي نورا، اللهم اجعل عن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا. اللهم اجعل لي نورا من نورك يا نور السماوات والأرض.
أما حتة الدعاء وحيفكرك بالتقوى وحيفكرك بالإحسان. تاني القاعدة، الكون كله ظلمة وإنما يضاء بنور الله فيه، فالله نور السماوات والأرض، تتقيه فيرتب لك حياتك وينير بصيرتك، ثم تحسن فتزداد حياتك نور على نور، نور التقوى ونور الإحسان. يعمى البصر لما تفقد التقوى، مش شايف. هو كان خاطب بنت ممتازة، مشي في علاقة حرام، خسر البنت. بيقول لك يعمى القلب، حتة لطيفة دي، يعمى القلب في العلاقات وفي الحب 3 مرات، عندما يحب من لا يحبه، عندما لا يرى من يحبه، عندما يترك من يحبه من أجل من لا يحبه. 3 مرات يعمى فيها القلب، مش شايف مين اللي بيحبه ومين مين اللي بيحبوش. شفتوا المعنى كبير قد ايه؟ راجع التقوى، معلش زود التقوى شوية، لا خليها محور حياتك أكتر، خليها دايما حواليك، اعمل ألارم للتقوى كل يوم بالليل عليه. بتعمله لغاية دلوقتي عليه؟ تقوى تست سنتين. من سنتين، من ساعة ما نزل، والله العظيم انت ولد جدع، وانا فخور بيك، شرف لي والله. عامل لغاية دلوقتي صح؟ ألارم الساعة كام بتحطه؟ الساعة 10 بالليل يضرب الألارم عشان راجع بقى اللي فات بقى. عملت ايه في التقوى النهارده؟ الله يرضى عنك يا تواضع. رائع رائع.